كان العيد السنة اللي فاتت كان مليء بالأحزان والاستشهاد والشهداء والدم. طبعا احنا ما بنحزنش على الشهداء يعني، بس احنا كان كل حزننا ان بلدنا اتخطفت. احنا كان عندنا استعداد ان احنا نقدم قد الشهداء اللي تم استشهادهم، قديهم مرة واثنين وثلاثة، بس البلد ترجع لنا. العيد النهاردة بلدنا معانا، دستورنا موجود وجميل، ودستور بيؤكد على الدولة المدنية. حكومتنا حكومة وطنية بتحافظ على الوحدة الوطنية. طبعا عيد مختلف وشعور مختلف. شايفة التأمين فوق العادة يعني عايزة أقول لك التأمين مش كنيسة ولا باب على باب الكنيسة. الأمن كل مرة كان الأمن بواقف خمسة ستة ومعهم ضابط على باب الكنيسة، لا، التأمين المرة دي في الشوارع الجانبية الأربع اتجاهات اللي بندخل منها على الكنيسة، متأمن الأربع اتجاهات. تفتيش عربيات على من أول عشرة صباحا، العربيات كانت بتفتش في محيط الكنائس. أنا عندي ثقة كويس قوي في وزارة الداخلية عامة، خصوصا لما أقول لك أنا هعمل وأنا هعمل وأنا هعمل، فأنت بالعكس بتديني فرصة حلوة إن أنا آخد استعداداتي كلها وأظبط نفسي زي ما أنا عايز يعني. فأنا كده بالعكس عندي ثقة كبيرة جدا، والناس بره في الشارع بصراحة قايمين بدور عالي جدا، وربنا يوفقهم، تعبينهم معانا وربنا يوفقهم في شغلهم. موجودة على طول مش في الأعياد بس، يعني يوم العيد مش هنحط أمن كتير قوي وظباط كتير قوي وناس كتير قوي وتاني يوم مفيش أي حاجة. يعني اللي عايز يفجر أو اللي عايز يعمل فتنة طائفية مش هيعملها يوم العيد بس، هيعملها طول السنة. مش احنا بس المهم، احنا المهم تأمين المسيحيين كلهم، مش تأمين الثلاث أو أربع كنائس يعني اللي في يعني المحافظات. الصعيد أتمنى إن يبقى ده الإحساس بتاع الأمن، الإحساس الأمني ده يبقى موجود في كل الكنائس في كل المحافظات على المسيحيين كلهم، ومش بس على المسيحيين يعني. فكذا كارثة بقى من الحاجات اللي بتحصل وبتبقى يعني بمزاجنا بنأمن أو لأ يعني.